تجارة المواشي في محافظة ديالى تراجعت في الفترة الأخيرة هنا في العلوة المركزية، ويؤكد أصحاب هذه الأغنام تعرضهم للابتزاز من قبل بعض السيطرات الأمنية التي تجمع منهم مبالغ مالية مقابل عبور مركباتهم. 10 ذبائح ما يخلون يعبرن، ياخذون فلوس عليهن. السيطرة سليمان بيق والسيطرة مال الناي. القاطر السيارة الكية القاطر ياخذ 200,000 عليهن. اي. لجي اليم المدريع نفس الحالة. عراقيل متعددة وقوانين صارمة تضعها هذه السيطرات في وجه تجار المواشي العراقية، أما المستورد فالأبواب مفتوحة أمامهم. هكذا يشكو أصحاب هذه المهنة الذين أبدوا مخاوفهم من محاربة الإنتاج الوطني لصالح جهات مستفيدة من تدمير الثروة الحيوانية في العراق. المستورد يفوتون أي شيء يفوتون، بس إحنا هنا ما نشتغل بها، يعني شغلة تعبانة وشغلة شلعان قلب ومعذينا وشالعين قلوبنا، يعني شغلتنا مو براحة. بشلع القلب. بعض من الأخوة المسؤولين ما يحبون الناس تعيش، يحبون هم يعيشون بس رواتب ياخذونها. هسه ما نريد راتب وما نريد يوفون ولدنا وما نريد شيء من الدولة، بس خلونا نعيش بقطاعنا الزراعي بالثروة الحيوانية وبفلاحتنا وزراعتنا. أكثر من 1.5 مليار دينار عراقي قيمة استئجار هذا المكان من قبل بلدية بعقوبة، وبدأت الخسائر تتفاقم على أصحابه بسبب عزوف المحافظات للوصول للعلوة المركزية مع استمرار الابتزاز في السيطرات دون رادع. تأجريها من بلدية بعقوبة 1,820,000 نقد انطيناها من البلدية، ورطونا يعني صراحة الحكومة اللي موجودة بديالة ورطت المستأجرين، يعني اللي يجيب حلال للجوبة ممنوع، اللي يطلع من الجوبة ممنوع، يعني سيارة شايلة 3 يتشلبون بيها، سيارة شايلة 5 يتشلبون بيها، يعني مين يجي فحص بيطري وكتابنا وكتابك، هو طري مالت الحلال مالته جاني بالبيت يريد يجي بيعها هنايا ممنوع. ينتظر مئات المتواجدين هنا حل أزمة السيطرات والإجراءات فيها بشكل نهائي، وألا تكون ترقيعية، إذ أنها السبب الرئيسي بتراجع التجارة العراقية للمواشي والأغنام لحساب المستفيدين. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.